معنا اتصال وايد حلو لك. الو حبيبتي امي. واه مريم مريومه حبيبتي الله يخليك لنا ويطولها بعمرك. انتي مو بس امي، انتي سند، انتي فخر، انتي كل شيء حلو بهالدنيا. انا من غيرك ولا شيء. مريم مساء الخير حبيبتي، مساك الله بالخير. مساء النور. يا هلا ومرحبا فيك واجمل اتصال يينا. طبعا ما شاء الله الله يحفظكم. الوالده قاعده تعبر عن مدى حبها لكم، يعني ما شاء الله حب عميق حقك وحق عيالك. بس نبي تكلمينا شوي عن علاقه الوالده بعيالك. امي نفس ما ذكروا عيالي والدختي، مو بس امنا، يعني مو بس يدتهم، امي كل شيء، امي صديقتنا، امي تعلمنا، يعني ما ادري شلون اوصفها صراحه، شيء امي شيء كبير، شيء فخر. مريم دائما البنات يتاثرون بامهاتهم، خاصة في موضوع مثلا المهنة وبعض المواهب والهواية. الوالدة عسى الله يطول بعمرها دشت في مجال التربية وأصبحت تربوية، ودشت أيضا في مجال الإعلام. وأنت دكتورة، ما يعني هل تأثير الوالدة عليك في مجالها أثر عليك الآن في مهنتك كدكتورة في التربية؟ وايد. أمي حببتني في التربية صراحة. كنت أشوفها أتمنى أصير نفسها. واللي خلاني أصر وأكمل وإني أكون دكتورة أني أرفع رأسها، إنها تفتخر فيني، إنها تقول بنتي وصلت، بنتي صارت، والحمد لله. وإن شاء الله إن شاء الله يا يما أكون يعني شيء أنت تتمنينه بإذن الله. إن شاء الله أكيد. مريم ليش الوالدة يعني ما حاول، يعني ما جذبتك لمجال الإعلام غير التربية؟ لا، أمي تربوية أكثر، يعني مجالها التربوي الاجتماعي أكثر من ما هو إعلامي كبرنامج مع الطلبة. صحيح. فأمي ليومكم تمر يوم وزارة التربية تنهد. دكتورة مريم يعطيك